والله لو كلفني بنقل جبل لكان أيسر عليه، لكان أيسر علي نقل جبل. قرآن كتاب الله والحفظة موجودة، فبقي يجمع القرآن حتى جمع كله إلا آية واحدة ما كان يشوف حافظ هو للقرآن. زيد كان حافظ، في آية ما وجد من يحفظها فصار يفتش من يحفظها حتى وجدها عن سيدنا عبد الرحمن ابن عوف. فسيدنا عمر قال له بدك تجيب 2 شهود انه انت سمعت من النبي، فجاب 2 شهود انه سمعها من النبي. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم الى اخره. فاختتم القرآن كاملا كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما حفظه الحفظة، وكتب القرآن نسخة واحدة بقيت عند سيدنا أبي بكر الصديق. ولما توفي أبو بكر رضي الله عنه انتقلت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وبقيت عند عمر مدة الخلافة. القرآن ما مكتوب، تتناقل الرجال عن الرجال من تم لتم عم يتناقلوا. ولما سيدنا عمر طعن هو في صلاة الصبح، أول ما نطق وتكلم قال لهم القرآن حطوه عند حفصة. القرآن بينتقل إلى حفصة زوجة رسول الله، وكانت حفصة من حافظات القرآن، أي زوجة النبي التي حفظت القرآن كاملا حفصة، فحط القرآن عندها. فلما تولى الخلافة سيدنا عثمان ابن عفان طلب النسخة وكتب منها 3 نسخ أو 4 نسخ، وزع منها إلى الشام نسخة، وزع منها إلى مصر نسخة، وزع منها إلى العراق نسخة، وبقيت نسخة في المدينة المنورة 4 نسخ. ثم بعد ذلك بعد سيدنا عثمان ابتدأوا ينسخوا القرآن، فهو الآن حتى كتابته على كتابة سيدنا عثمان، لذلك كتابته ما بيصح التلاعب فيها وحروفه ما بيصح التلاعب فيها. فبتلاقوا مكتوبة الصلاة الصلوات، هكذا كتبت فيبقى كما كتب عليه، فلا اجتهاد في ذلك. فلذلك القرآن لم يغير منه حرف ولم يبدل منه حرف واحد، إنما هو الكتاب الذي نزل من السماء كما هو عليه، كلام الله المقروء بالألسن المحفوظ في الصدور المتلو في العبادة الذي يتقرب إلى الله بتلاوته وقراءته، يكتب لقارئه بكل حرف 10 حسنات، هذا القرآن. والذي حفظ على العروبة عروبتهم ولغتهم هو القرآن، القرآن حفظ على العروبة لغتها، ولولا القرآن كنا الآن عم نحكي بالفينيقي أو عم نحكي بالروماني أو عم نحكي بغير لغة. فالقرآن هو الذي عرب العرب بلغته العربية. فلما بنقرأ إذن وأنزل الفرقان، أنزل القرآن فرق فيه بين الكفر وبين الإيمان، بين الضلال وبين الهدى، بين الشقاء وبين السعادة. القرآن فرق وبين في آياته آيات واضحة بينة، ما في آية لا تفهم. قال الله تعالى ولقد نزلنا القرآن للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر،
هل من يتذكر؟ القرآن ميسر، فعلى المسلم أن يقرأ ليفقه القرآن. فالآن أصبح المسلمون في هذا العصر هجروا القرآن وهجروا تلاوته، ما أحد عم يقرأ قرآن إلا القليل. ولو سألت نفسك أنت كمسلم كم تقرأ في كل يوم من القرآن؟ أديش عم تقرأ؟ صحفة، تنتين، ثلاثة؟ كم تفهم من الآيات التي تقرأها؟ بتلاقي حالك ما عم تقرأ، وإذا قريت ما عم تفهم. فهل القرآن بالتركي ما عم تفهمه؟ هل القرآن بالفلمنكي ما عم تفهمه؟ كتاب عربي، كلام عربي، ما فهمت روح اسأل. لكن المسلم لا يقرأ ولا يسأل. صار إذا في جريدة بيقراها، إذا في مجلة بيطلع عليها، أما القرآن حابسينه بالثوب ومعلقينه، أكثر من هيك ما في للبركة. هذا القرآن مسجون، والمسجون سوف يحاسبك يوم القيامة على ما سجنت. فبدك لابد من قراءة القرآن في كل يوم. كل واحد منكم أحبابي لازم يعمل كل يوم أقل ما يكون ربع ساعة لتلاوة القرآن كل يوم، بدون تقطيع. كل يوم بدك تقعد تقرأ ربع ساعة كلام الله. القرآن إذا قرأ في مكان أنزل الله البركة فيه وجعل النور فيه وطرد الشيطان وأذهب الهم والغم والحزن. ليش عم تترك القرآن؟ بتقرأ المجلة بتلاقي وقت، جريدة بتلاقي وقت، الأخبار تفتح الراديو بتسمع الأخبار بتلاقي وقت، كلام الله ما بتلاقي وقت تقرأ. معنى ذلك أن القرآن في نظرك كتير رخيص، ما له قيمة، وما لك آخذ هيبة لله بكلامه. لذلك كان آبانا رضي الله عنهم ذكروا من أحكام التشريع أن القرآن لا يمس إلا بوضوء تقديسا لكتاب الله، ما بتمسكه إلا وأنت متوضئ، ولا يجوز مس كتاب وجد فيه آية من القرآن إلا على وضوء، ولا إذا آية القرآن وجدت على صحن، وجدت على كأس، وجدت في ورقة، ما بصح تحملها إلا وأنت متوضئ تقديسا لكلام الله. لا يمسه إلا المطهرون. هذا مشان ورق المصحف بدك تكون متوضئ، مشان معاني القرآن بدك يكون قلبك طاهر. إذا ما كان القلب طاهر ما بتفقه من كتاب الله شيء. فلا بد من طهارة القلب بدوام ذكر الله، طهارة الروح بدوام مراقبة الله، طهارة الفؤاد بدوام التوجه إلى الله، حتى إذا قرأت القرآن تعي أن الله يخاطبك، كأن الله يخاطبك وأنت وحدك المطلوب بالآيات. فهذه الآية لمن الله عم يقول أنزل الفرقان، أنزل الفرقان لنا. فإذا الله أنزل لك يعني أنزل لك هالرسالة، نزلت رسالة القرآن من السماء إلى الأرض، من الذي أنزلها؟ الرسول الأمين سيدنا جبريل. من الذي حملها؟ سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغك ياها. فرسالة أتى بها رسول الله عن سيدنا جبريل عن رب العزة، رسالة إلك. تأخذ الرسالة بتطبقها وبتحطها بالتوب أو على الرف، ما بتلتفت إلها، لك اقراها شو باعتك فيها. رب العزة الذي خلقك من عدم أرسل لك رسالة، ما لازم تعرف شو باعتك فيها. لك يا أحبابي خلينا نكون واعين، لك بالله عليكم لو إجاك مكتوب من أي قريب إلك من أي بلد من البلدان، تأخذ المكتوب بتحطه على الرف ولا بتفتحه بتقراه؟
أي مكتوب بتفتحه بتقرأه إلا كتاب الله بتحطه على الرف ما بتقرأ فيه. اسألوا حالكم قديش عم تقروا من القرآن كل يوم؟